بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا المقطع من الفيديو حنشرح عن البروب القلبي الوايرلس. هنشوف صورته. هو بعد ما نعرفه للبروب، هو بروب وايرلس، بنزل ابلكيشن من الجوجل ستور او بنزله على الابلكيشن على الموبايل، بعدين بنشغله ونعمل سكان للكود تبعه، الكيو ار كود. فبتتعرف الوايرلس، شبكه الوايرلس اللي صادره من البروب على 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 الموبايل او على الايباد او التابلت، وبعدين بنشوف الصوره. هلا حطينا جيل، هنشوف الصوره على الموبايل شلون حتطلع معنا. شوف صوره البروب القلبي وهذا وايرلس. شايفين؟ ناخذ بالشكل زي ما كان. هنا بقى نحن نقلل الجين، فينا نقلل الجين، نقلله شوي عشان يطلع أحلى. وشايفين فصورته جيدة نوعا ما. طيب هنشوف الكلر تبعه، هاي الكلر. هنشوف البي دبليو على التاجي، ننزله بالمنتر. شغلة نظامية. نرجع لل 2D. نرجع هيك على 2D. طبعا في التحكم انه مثل ما قلنا بالجين، بنقلله مشان اذا بدنا نعليه. فينا نتحكم بالفريكونسي، نقلله او نرفعه بيعطينا اوضحية اعلى. شايفين؟ هي بالنسبة لل نتحكم بالانهانسمنت، الدايناميك رينج، في ادفانس سيتنج كمان نتحكم فيها. طبعا بعد ما هي تقول له مثلا فريز، نقول له فريز، فينا نكتب كتابة، فينا نسيف الصورة، تسيف على الموبايل، فينا نعمل ميجرمنت اللي بدنا اياها. طبعا اذا دوبلر بنشوف شلون دوبلر، اذا 2D، واذا ديستانس معينة بنكبرها وبنصغرها. فهي كلياتها من امكانيات الموبايل. طبعا في خيارات كمان نعمل فول سكرين لتكون كاملة على كامل الصورة. شكرا.